طبعا القضية تتعلق أول حاجة بمدى حيادية القضاء في السودان تجاه محاكمة كبيرة كهذه، نعم ومدى إمكانية القضاء السوداني جمع الأدلة والبراهين التي تثبت التهم أو تنفيها. فهذا أمر يراه كثيرون أنه فوق طاقة القضاء السوداني المنهك بسبب ممارسات الأنظمة الدكتاتورية وبسبب عدم توافر المعينات لهم. ومن ثم يرى من يعني يريدون محاكمة عادلة أن هذا الأمر ينبغي أن تناط بها المحكمة الجنائية الدولية، ولهذا كانت توقيع على الاتفاق، وكان إقرار حكومة دكتور عبد الله حمدوك الانتقالية بأنها سوف تسلم كل من تطلبه من المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمة عادلة. نعم، يعني دكتور الكثير قال أن هذه الزيارة